أنا أبارك شخصياً للدكتور صفوان، رجل قليل الكلام كثير الفعل، مثل فهد بن نافل أيضاً رئيس الهلال. الفرق أنه دكتور صفوان تعرض لهجمة غير مسبوقة، رغم أنه هو من أحضر كل اللي الآن النجوم اللي كانوا عم يلعبوا. والحقيقة كل كان يقولوا أنه الرجل ما قصر، قال له عايد أنه كان ممكن الناس طلبوه بالاستقالة، لكن الحقيقة صمد وعاد الفريق من جديد. أبو سلطان، شو رأيك باللي سمعته من الدكتور صفوان؟ والله أول شيء أنا أضم صوتي لصوته من ناحية الشكر والامتنان للكابتن الكبير حسين عبد الغني، اللي أعتقد هو نقطة التحول، إضافة إلى إلغاء عقد المدرب اللي كان بينه وبين اللاعبين مشاكل. طبعا في أمور عالقة كثيرة وخاصة الديون. هو رجل قانون، دكتوراه في القانون. أتمنى أنه إذا كان للنصر حق على لاعب زي ما يكون في الصحاق بدون أي حق، يعني رغم أنه يقول له فلوس، لكن في طرق أنه يحصل عليها بدون فسخ العقد. فأنا أتمنى أنه يعني تحل مشاكل النصر بالطرق القانونية ويستمر التميز، وأقول شكرا لصدى الملاعب، الله رزقه بصدى الملاعب عشان نسمع صوت الدكتور. أنا أول مرة أسمع صوته رغم أنه أمضى سنة، وأنا نصراوي أول مرة أسمع صوته. أبو محمد، هو ثاني مرة معنا طلع. أكيد بالنسبة لصفوان السويكت، هو بالنسبة لصفوان السويكت هو مكسب أيضا الوسط الرياضي. احنا حقيقة زي ما قلت أنت، بن نافل ومجموعة أخرى اللي الآن الوسط الرياضي كسبهم كأسماء، خلاص خلصنا ولا انتهينا من 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 تصريحات المماحكة، من الإثارة المبتذلة، من الاتهامات، من التشكيك. اليوم عندك جيل جديد يعمل أكثر مما يتحدث، وأعتقد أنه الحديث عندما يكون في وقته يكون له ردة فعل إيجابية. فهو صمت كثير حقيقة، الرجل في الوقت المناسب تحدث وقال ما قل ودل. أيضا أهني النصراويين حقيقة برجال النصر الكبار، رجال هدفهم خدمة النصر فقط لا غير، بعيدا عن الأضواء، بعيدا عن أيضا الهوس الإعلام. هم في بيوتهم يحلون مشاكل النصر، يدعمون للنصر، وفي النهاية يفرحوا مع النصر، وهذا ديدن الأوفياء دائما. نعم طبعا، احنا انا اليوم على الهواء، لكن امس توفي والد رئيس النصر السابق الامير فيصل بن تركي، توفي والده تركي بن ناصر بن عبد العزيز، فاحر التعازي وانا لله وانا راجعون. وايضا انعي زميلي وصديقي الدكتور محمد عواضه اللي توفي قبل حوالي ساعتين من الان، رحم الله الفقيد، وانا لله وانا اليه راجعون. راح نروح لفاصل اخير من الاعلان.